كنا بنتكلم على ايهاب امين وحضرتك قلت الصفقه ما خدتش 5 دقائق، كابتن عادل القيعي اتدخل وبلغوك طب ازاي ان الصفقه خلصت كده؟ على طول اكلم الكابتن، والكابتن عمل الشيء، هو اتفق مع الحاج عامر، الحاج عامر تقريبا بلغ مجلس ادارته والشيء كان ثاني يوم الصبح. بقول لحضرتك بص انا كنت كنت عايز 2 من الجيش ومش عارف اجيبهم، نادي طلائع الجيش وباقي بقى الصفقات الناس حاسبها عليا وهي ولاد، يعني انت عارف انت بتكمل بيهم قايمه وهم ولاد كويسين بس محتاجين لسه شغل نيد. المهم يعني ربنا كرمنا طبعا بحقيقي يعني لعيب راجل، بس انا برضو عايز اقول لحضرتك على حاجه مش عشان مودي اتكلم، لا ده كمان الجمال الاثنين دول ليهم فضل كبير قوي في اللعيبه اللي بتيجي النادي الاهلي. صحيح. بص اللعيبه اللي بتيجي النادي الاهلي رقم واحد لاسم النادي الاهلي وسمعته والتزامه. خد بالك؟ واتبنت خلال سنين. رقم اتنين لروح لعيبه النادي الاهلي القدام اللي هم بيؤثرون يعني اللي جاي على انفسهم. واخد بالك؟ يعني وهم اللي بيتكلموا اكتر مني مع اللعيبه. هم اللي بيحاربوا عشان اللاعب يجي برغم ان هو في مركزه وعايزه يجي. انا لو من اللعيبه دي من كتر ما بيكلمها مودي الجرح والجمال انا نفسي هزهق منه. لسيف سمير كان بيكلم عمر طارق ونفس الكلام بالظبط. وسيف سمير وسيف سمير دلوقتي من اللعيبه القدام يعني ما شاء الله. على فكره اقول على مودي يعني قصته مثلا يعني ان انا مش عارف كابتن خيري بيبطل وصمم يبطل وكذا، طب خلاص حاجه كده ورجعوا لي بقى في حد ما يرجع حد يعني كان يعني مش هرجع في اللي انا عملته. وقد كان يعني يعني زقينا مع مودي جامد. شفت له ماتشات في بدايه مودي كانت موجوده، يمكن ترى الغنام كان منزلها. شفت له ماتشات في بدايته كانت حلوه جدا، بس كنتش خليني